مشاهدي موطنيون السلام عليكم. اليوم جينا باش نناقشوا معكم واحد القصه اللي هي قصه غريبه، قصه اللي بدات بالاحسان ورجعت كملت بالجدرميه. قصه اللي كتمحور حول واحد الشخصيه اللي جا من شخصيه غريبه على المنطقه، جا من مدينه تمارا على اساس انه يدير الخير في واحد السيد اللي كيسكن في هاد دايت حريق في سيدي بطاش. الغريب فين كاين؟ الغريب هو ان هذا السيد جاء بالفعل ولقى واحد السيد كيعيش في واحد الماساه وعرض عليه الخدمات ديالو في سبيل الله. السيد قبل، ان قال السيد مزيان قبل ليه. المصيبه فين كاينه؟ المصيبه هو ان هذا السيد كيتفاجئ بان هذا المحل ديالو ولا وكر ديال تجار المخدرات، تجار المخدرات من 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 الدرجه الاولى، بدليل ان هذا السيد مجرد ما جاء وبنى السيد فين استقر ولا هو اللي كيستغل هذا المحل، فين ما كيجي كيستغله هو، ومجرد كيوصل لهذه المنطقه كيتم جايين عنده الحريفيه. واحد السيد معروف هنا في المنطقه كيبيع ويشتري في الحشيش، معروف كيبيع ويشتري في الكيف، ولا ما كيحيدش من هنا. واللي زاد السيد اكد لي بان السيد واصل وما كاينش اللي يقدر يمسو هو ان جا في خلال مده ديال 30 يوم استولى على ارض ديال الدوله ديال سوجيطا ودار فيها 50 شجره ديال الزيتون ودار السلك، ولا من يحرك ساكن، لا السلطه المحليه دوات ولا المقدمين الاعوان ديال السلطه المحليه دوا ولا حتى الدرك الملكي. المهم ان السيد دار ما بغى في هذه المنطقه باذن وتحت انظار السلطه المحليه. حتى السيد ولا كيشك في راسه وقال انا علاش ما نفكش راسي من هذا المشكل، ويمشي عند الدرك الملكي. دار شكايه ديال عند الدرك الملكي كيحكي فيها التفاصيل وهادشي اللي وقع ليه، وبالفعل اتصل حتى بالناس معروفين هنا على مستوى سيدي بطاش، الناس اللي فاهمين في هذه المسائل كيعرفوا لها مزيان، وطلب المساعده ديالهم. وبالفعل لقوا ان هذا السيد هذا نصب واحتيال، ما عنده لا احسان ولا والو، والهدف باين واضح. بما ان هذا السيد من تمارا وعدو ديجا علاقه تقاربه ومعرفه وصداقه مع ناس اللي كيروجوا المادات الكيف والشيره في المنطقه، اذا هذا السيد باين الهدف ديالو. لهذا باش ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع السيد المعني بالامر، هو اللي غادي يوقع لكم شنو كاين، وغادي نشوفوا الناس اللي كانوا حاضرين هنايا. والسلام عليكم. اهلا، السلام عليكم. العباسي محمد، عندي 4 الوليدات. هاد الارض هادي كان الوالد عساس فيها 30 سنه وبقى تيدعى مع مول البلاد، ما بقاش بين هذاك مول الارض، الوالد مات، بقيت في هذيك الارض انا اللي عساس فيها. جا عندي واحد ضايفتو، جا عندي ضايفتو، دخلتو، شاف المحل، شافو تيقطر، قال لي انا غنصاوب لك السكنه. ملي صاوب هذيك السكنه ولا تيبات بالشراب هنا وتيهججني في الليل وتيخوفني هنا بالليل، وشد واحد الطرف ديال الدوله دار فيه 50 زيتونه، دار فيه الشجر. جات السلطه حيدت لي داكشي، ناط صداع ولا تيهددني في الليل. جاوني 4 في الليل هرسوا لي كلشي، هادشي ما الدنيا كامله هنا هرسوا الشراجم. مشيت علمت به السلطة، درت شكاية بلي هاد السيد هذا راه ماشي محسن. ملي قلبنا وسولنا هاد السيد راه ماشي محسن، هاد السيد هذا باغي يدير فين يحط الحشيش، وانا ما كنتش تنعرفو. جابوا لي عمران المحجوب. عمران المحجوب اش كيدير؟ عمران المحجوب تيبيع الكيف هنا في سيدي بطاش، في هاد النواحي هنا، هو اللي جابوا لي انا ما تنعرفوش. هو اللي واش جا هو عنده غرض غير بالمحل ديالك ولا عنده شي غرض اخر؟ عنده غرض هو بالمحل هذا، هنايا وبلاد الدولة. بلاد الدولة هي اللي غرس فيها هذيك 50 زيتونة. هادشي غرس في بلاد ديال الدولة؟ في بلاد الدولة. ملي شكيت به جا لك الحد الاخر عاوتاني نوض صداع هنايا، دخلوا ناس، وهاد الحد هذا عاوتاني ملي عيطوا عليه الجندارم تصنتوا لي عي خرج جا عندي هنايا. علاش جا عندك؟ شو جا عندي هنا؟ قال لي باغي نصور هادشي اللي قال لي درت هنا، باغي نصوره، وهاز كليموجين في يدو وتيتهدد علينا.
وانا ومرتي اللي كاينين عاد دخلوا ناس. وشنو بغا يصور بالضبط؟ واش هادشي اللي بنالك؟ هادشي اللي صلاح بغا يصوره. كاين حتى حاجه كاين واش راجل ما كلشي داوه ما كاين ما بقى حتى شي حاجه كلشي داوه في الليل. داو في الليل جمعوا كل شيء دا صحابو جاب هنا البيكوب وجاب هنا واحد الطنوبيل هزوا ديك السلعه وداك الشيء داو الفوزير ما بقات عنده حتى شي حاجه هنايا وباقي تيجي يهددني. وملي درتي الشكايه ديالك عند الدرك الملكي شنو قالوا لك؟ سولوني قلت لهم داك الشيء اللي كاين. قلت لهم راه السيد راه دخل بطريقه محسن غيدير فيا الخير وشاف وضايفته وعشيته وشاف المحل تيقطر عندي قال لي انا غنصاوب لك فين تستقر ملي صاوبو ولا تيريح فيه والصداعات والمضاربات وتهزوني وتخلعوني وملي شكيت فيه راه مشاو تصنت ليهم هاد على البارح تصنت ليهم وجانا هنا بالكليموجين هنايا انا والمراه انا والمراه ديالي والدراري وولادي الصغار وعاد عيط على الناس هنا جيراني راه فكوني على الناس خلى الطنوبيل ديالو وهرب بالكليموجين ومشى للغابه. البارح كان وقع شي مشكل هنايا وكنا سمعنا بان ملي كتجي دابا انا كنسمع من الجيران ان كان شي وحدين هنا كيصور واش كان شي صحافه البارح ما كيصور؟ لا ما كاين لا صحافه لا والو هو ملي جاب الكات كات هنايا جاو مع جاو معاه ثلاثه الناس. شكون هما الناس؟ جمع سميتو ابو عزة والمحجوب وجا بنا بلا وجا معاه عمران المحجوب ونور الدين الشرفي. نور الدين هو اللي جا تيصور هنا. كيصور شي كاميرا؟ ها بالتليفون. ايه علاش كيصور؟ قالك تنصورو في هذا الشيء اللي تهرس هنا وهذا الشيء. وشكون هما؟ شكون اللي صيفطهم؟ قالك صيفطني لا جودان. وعطاني واحد تنهضر معاه انا ما عرفت واش لا جودان ولا شكون هو. باش يثبتك انت باش يثبتني. والسيد الاخر هاز علينا سميتو تيصور صحه. هاز علينا الكليموجين تيصور صحه. نور الدين الشرفي تيصور صحه. وعاد دخلوا ناس هنايا عيطت على الجيران. واخا وهاد الهضره ديالك واش عندك على شي شهود؟ كاينين شهود. كاينين شهود. شكون هاد الشهود؟ كاين سي محمد البينون. زيد. ويوسف حراقه. قول ثلاثة شهود اللي عندك. كاينين ثلاثة شهود على هاد الشيء هذا. يعني الإخوة الله اتصلنا بهم يشهدوا لينا. يشهدوا لينا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم كان يمس الحد على الساعة الواحدة تقريبا كنا بعادين عن السكن ديال هاد العباسي محمد بشي 1000 متر تقريبا كنت أنا والعباسي محمد وحراقة يوسف جالسين تنتناقشوا تنتفاجئوا بأن الكات كات دوستر ديال قديم أو أقديم راشيد اللي هو من مدينة تمارا جاء هو وواحد السيد ملي جاء صيفط جاء العباسي محمد هنا كانوا كيتناقشوا مع الزوجه ديالو هنا في الاول الشرفي نور الدين وذاك رشيد. المهم انا شفتو جا سلم عليهم العباسي بداو دايرين فيه نشوف جينا من الليل. المهم وصلت انا هنايا تنصيب السيد هاز الكريموجين في يدو بدينا المهم تنتكلموا معاه. الوقت اللي وقعت نذاكروا معاه بان شنو هادشي ما هادشي الاخوان اللي كانوا في الكات كات اللي هو عمران المحجوب وبنا ابو عزة اللي كانوا راكبين مختفين هربوا مشاو للغابه. المهم مشاو للغابه تما من بعد مشاو للغابه بقى هو هنايا النقاش منا جا السيد ولا تيضربنا بالكريموجين. المهم تدافع عنا باش دافعنا باش هرب مشى فحالو مشى فجاه تيجيو رجال الدراك واحد الخمسه ديال رجال الدراك معاه جابوه في السياره ديالهم. المهم ملي جابوه في السياره ديالهم قالنا كيفاش قلنا له هذه الواقع الواقع هذه واقعه كيفاش وقعت كيفاش وقعت. المهم تصنتوا لي انا مزيان تكلمت معاهم قال لك هذا عمران المحجوب اللي ودي هذا السيد راه ما كانش جاي هنا باش يدير محسن لان احنا شلنا بان باش يقولوا راه محسن في الاول اللي الهضره ديالو كان محسن. في التالي كنت فاجئ انا جلست معاهم واحد تقريبا واحد جوج ديال الليالي كيجي السبت هو هنايا والحد كيجي بالطحين كيجيب الزيت لهذا الراجل اتاي السكر الحلوى الخبز كان محسن. كنت فاجئ بان هنا كاينه المخدرات تروج ما بين اقديم رشيد وعمران المحجوب البائع المتجول بدواوير منطقه الحلاليف وسيدي بطاش ومركز سيدي بطاش.
هنايا لان سمعت منهم داك الشيء وكيدوروا على واحد الحمار لان اللي عنده واحد جوج دنين مقطوعين اللي تيقولوا هما وهو تيعيط هو النيت بيدو تيتصل به باش الكيلوات لان هذا المحل داروا كانوا بغا يديروا استوكيو فيه المخدرات مخزن للمخدرات والمهم اللي تنشوف انا البارح بان رجال الدرك تحركوا تصنتوا طلعوا لعند المحجوب قلبوا على بن ابو عزه اللي هما دابا هاربين مختفين على المنازل ديالهم وعلى ما اظن على ما وصلني الخبر بان حتى من داك الشيء ديال المخدرات تهز من هذيك البلاصه ومشى لبلاصه اخرى وراهم مازالين الى حد الان ما شافوهم لا جدرميه لا والو وبقى هو عند رجال الدرك حتى السبعة ونص ولا الثمانية هو هذاك أقديم رشيد وهذاك أقديم رشيد اللي جا من اللي جا لهنا قلت لي كيفاش كتصوروا بأي صفة قال لك أنا السيد رانا عطيته تليفون راه دوا معه السيد لاجودان شكون هذا لاجودان الله أعلم واش مواطن عادي ولا لاجودان فعلا وأنا عطيت الفلوس 5000 درهم وأنا تنتحداكم شلا هدرة المهمة هادشي اللي كاين ورا السيارة ديالو هرب وراه حنا خدينا صور ديالها عن طريق الهاتف لأن بقات وحتى الكريموجين اللي كانت في دورها مصوره وراه كان واحد العساس ديال الغابه اللي هو شاف قبالتنا الله يخلف عليه واتصل على الهجوم ديالو بالكريموجين واتصل بالمسؤول ديالو قال له اتصل برجال الدرك ويمكن اتصل برجال الدرك على ما سمعنا وراه باقيين ما استدعاوش رجال الدرك باش يتصنتوا ليه الى حد الان مازال ما تصنتوش ليه يمكن واش ممكن ناخذوا الفريق ديال هذا الاساس خاصك تتصل به لانه هو في وسط الغابه الا بغى هو راه في وسط الغابه واللي نقول لك واحد القضيه حتى من السيد بانه هو تيقول لك عندي خويا كونونيل وعندي اختي في المحافظه هادشي ما انا بالنسبه لي ما ساوي والو ودا واحد الارض ديال الدومين اللي هي تقريبا راه سيجها ودور عليها وانا اللي اتصلت بالشيخ ديال دوار الشاعله واتصل هو بالسيد القائد والسيد القائد صيفط القوات المساعده ديالو ريبوا ليه الشبكه وطيحوا داك الغرس اللي غرس ديال الدراغ وهادشي والمهم هو هادشي اللي ما عجبوش وتتهم بان تعطي فلوس للناس مواطنين لهادشي هو ما فهمت فيه والو واش تتملص من هاد القضيه ولا الله اعلم وهو راه دابا تيقول دوك الجوج انتم ما عندكمناش تخافوا بقاو في صفي انا رانا قاتل شغلي رانا مقاد شغلي ولحد الان حنا تنتسناو رجال الدرك يقوموا بالواجب ديالهم ويشوفوا هاد السيد فين غادي يوصل حدو هو وهاد بائع المخدرات اللي هو الممول الكبير في هاد المنطقه هذه اللي تيبعد على سيدي بطاش بشي 8 كيلومتر ولا 7 نشكرك سيدي لا شكرا على واجبك.